واحد فيه الكورونا فيروس اشنو حسنا نديرو؟ اول حاجة حسنا نكتمو السر ديالو، ما حسناش ننشرو الخبر ديالو، يعني من اسرار المريض. ما حسكش تفضح داك المريض ويولي داك المريض في وسائل الاتصال الاجتماعي، في الواتساب وفي الفيسبوك وفي الانستغرام، فلانة مريضة وفلانة كذا. هذا فضح اسرار المريض وهذا شيء غير مرغوب فيه. ثاني شيء طبعا هاد الانسان اللي مريض واللي مصاب بالكورونا فيروس يعني يحصل العزل، يتعزل تماما، ولذلك ضروري يحصل واحد المساعده باش نعزلو. تتعرفوا على ان كثير من الناس يعني ما عندهمش حتى فين يتعزلوا، يعني الا بقى هو مع الاهل ديالو راه يكونتاميني وداك الوباء راه ينتشر للاهل ديالو كما تماما. ثم يعني من الاشياء الاساسيه يحصل مساعده. كثير من الناس مثلا اللي راه يكونوا مصابين بالكورونا فيروس حسهم واحد المساعدة للأهل ديالهم، حسنا نعاونوهم من حيث المال ونعاونوهم بالأكل ونعاونوهم بالشراب، وهذا الشيء أساسي. إذا اليوم عاد المجتمع المغربي حسنا نكونوا يد في يد باش نقدموا المساعدة لهذا المريض المصاب بالكورونا فيروس، يعني مساعدة باش نحافظوا على الأسرار ديالو، ومساعدة باش نساعدوا الأهل ديالو، والمساعدة باش نعزلوه. هذه كلها تتطلب منا اليوم واحد الجهد كبير، وإن شاء الله نكونوا يد في يد باش نساعدوا جميع المرضى المغاربة.